الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الجلسة الافتتاحية تحدث عن اهتمام بلاده بزيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية. زي ما قلنا الروس بيحاولوا أنهم يسيروا على خطى القوى الأخرى، القوى الدولية الأخرى زي الصين مثلا اللي ليها تواجد كبير جدا في القارة السمراء. الرئيس بوتين اتكلم عن أن روسيا أو أكد على أن روسيا مصممة على زيادة تواجدها بشكل كبير في أفريقيا، وأيضا طالب الدول الأفريقية بزيادة حجم التبادل التجاري بينها ما بين روسيا. نستمع إلى جزء من كلمة الرئيس بوتين. نحن نصدر الزرع أكثر من السلاح، المنتجات الزرع أكثر من السلاح. الزرع التبادل التجاري تقريبا 25 مليار دولار، ولدينا قدرات هائلة، فهذا يتيح لنا للمضي قدما وإعلاء مستوى التعاون، وطوال 4 و5 سنوات سوف نضاعف هذه المجهودات والتبادل التجاري. وأيضا هناك إمكانيات بالغة مثل العمليات التكاملية في أفريقيا، ونرحب بمبادرة المنطقة التجارية الحرة في أفريقيا، وسوف نتعامل مع هذه الهيئة الجديدة ونؤيد تعضيد العلاقات بين اللجنة الروسية واللجنة الأفريقية للبزنس. وأيضا سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم. روسيا كلاعب نشيط سوف تؤيد هذا العمل لتقريب هذه المواقف مع الدول الأفريقية في المنطقة التجارية الحرة وعلى الأسواق الحرة.